يقول: رجل اعتمر مع والده قبل عدة سنوات. نعم. رجل اعتمر مع والده قبل عدة سنوات، وعندما شرع في العمرة وبدأ بالطواف قطع العمرة لأنه قد أضاع والده وكان يخشى عليه لكبر سنه وضعفه. يقول: ماذا يصنع الآن؟ وجد والده ولا ما وجده؟ إذا كان أنه ما وجد والده وراح يدوره ولا يدري وين يلقاه، هذا يبقى على إحرامه، ما عليه يعني ضيق، ما عليه ضيق ولا يفوت العمرة، ما يبتفوت مثل الحج، ما تفوت، إذا وجد والده يكمل عمرته. نعم.